تونسي من معتمدية أبو سالم بتحديد حي فرحات حشاد ولاية جندوبة 25 سنة. شنو تحب تحكي لنا بالضبط؟ الموضوع الأساسي اللي حبيت نحكي فيه اليوم إنه طلع العباد الكل لازم تعرف إنه فما كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة، معنى وصف في معتمدية أبو سالم، أثر الفيضانات اللي اجتاحت المدينة من مساء يوم الأربعاء جس كمانتنا حتى شلتوا سامحوني في يعني الحالة توا خاطر كنت لأيامات اللي فاتت في مدينة أبو سالم وعينت الوضع بطريقة يعني بطريقة مباشرة وبطريقة فما أحياء تم غمرها بالكامل النيفو الماء في بعض الأحياء ممكن نذكر حي فاطمة بورقيبة حي الشعبي 7 نوفمبر حي الرياض حي اليمنطة أظن أحياء تغمروا تماما لأنهم جاءوا في مجرى الماء الواد يعني فما معاناة قاسية جدا على السكان يعني وضع أمني مش مستقر وضع اجتماعي حدث ولا حرج يعني ناس ما فماش ماكلة ما فماش إيش باش يشربوا مام الإعانات اللي خلطت فما استغلال نفوذ فما ناس داخلة على الخط وداخلة يعني باش تستغل وصلت إعانات تباعت يعني هذه من عند شكون يعني مصدر إعانات أكيد جدا أنها جات من الدولة أو من جهات رسمية على حسب ما يعني خاطر كتشوف ليبون كتشوف رياض يعني وزارة التجارة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الاقتصاد يعني جهات رسمية جهات حكومية جميل باش نكونوا عمليين كان تحكي لنا على طريقة توزيع الإعانات هذه كيفاش قاعدة تتم هو إفكتيفمون ما ثماش توزيع الإعانات باش نحكيو على توزيع الإعانات أنا واحد من اسمريتش فهمت إعانات يتم تجميعها في الملعب البلدي في مدينة أبو سالم في المعاهد الثانوية في مقرات المعتمدية والبلدية لكن على الأقل في المدة اللي كنت فيها في مدينة أبو سالم ما ثماش توزيع رسمي للإعانات على السكان في الأحياء أو بأي طريقة ثم حاجة أخرى اللي هي أكثر خطر إنه فما مواد غذائية وفما مواد استهلاك أساسية من مصدر طبي ومن مصدر مسؤول أمني تم التصريح إنه هي مواد فاسدة إنه هي مواد ما هي صالحة للاستهلاك تماما ودونك هم طالبوا الجيش إنه يتولى عملية التوزيع وإنه العبيد ما تقبلش إلا من جهات معينة اللي عانت به بالنسبة اللي عانت هذه اسمعنا أنت كنت تحكي ديجا على إعانات منتهية الصلاحية الطريقة متاع التوزيع كي تتجمع الإعانات هذية في الملعب البلدي وإلا في مقرات البلديات وإلا في المعتمديات شنو هي الخطوة اللي يقوموا بها من بعد الجهات المعنية الجهات المسؤولة باش يوصلوا الإعانات هذوما للسكان هذه معناتها النقطة اللي نحبك تركز عليها توصف لنا كانت نجم معناها كيفاش تم صرف الإعانات هذية هو باش نكونوا واضحين ما سماش صرف وما سماش توزيع واضح للإعانات ما سماش يعني ناس تمشي تبقى بالسوايع سواء قدام التيران والا قدام المعتمديه والا قدام المقرات اللي فيها الإعانات لكن ما سماش توزيع بارفوا يخرج كاميون نتاع او شاحنه نتاع جيش او نتاع حمايه على اساس توزيع إعانات لكن تصير مشاحنات وتصير تدافع وتصير كذا يعني كتشوف انت خبز او حليب طيش يعني بطريقة متاع إنسان يعني ما نعرفش ناس كيفاش تخمم يجيك هكا في وسط 2000 ولا 3000 ناس يطيش لك الخبز في القاع هز من الكياس طيش لك باكو الحليب يتيحي هز لمو من الواحد وبعد ليه هوكا السكان هوكا ما نعرفش شنية ما خلوناش نوزعوا ويرجعوا به جميل نحب نسألك على حاجة أخرى انت كنت وصفت الوضع الانساني في معتمدية أبو سالم بانه كارثي بأتمان كان تزيد تحكي لنا وتوصف لنا الحاله معناها العائلات غادي شنو هي وضعيتهم الاجتماعيه معظم الشرائح الاجتماعيه اسكو هي معناها شرائح مفقره عاطلين على العمل او لا اسكو الاحياء هذيا معناها فيها فئات فقيره معناتها كان توصف لنا الحاله اكثر دقه هو المعروف تاريخيا انه ولاية الشمال الغربي هي تعاني من الفقر من قبل وتعاني من التهميش وتعاني من
من قلة موارد التنمية أو التشغيل أو غيره. يعني هذه ما فيهاش كلام، هذه أولا. الحاجة الأخرى أنه الفيضانة، بالنسبة للفيضانات اللي صارت كانت فيضانات كارثية لأنها كانت أقوى فيضانات من عام 69. يعني احنا الفيضانات جاتنا في سكسيسيفمون، يعني جات في مراحل، جات 2000 و2001 و2003، فهمت؟ وهذه الفيضانات الرابعة يعني في العشر سنوات الأخرانية. مدينة بوسالمي هي بطبيعتها مدينة بسيطة جدا، تعاني من الفقر والتهميش لعقود اجتماعيا واقتصاديا. يعني هي بطبيعتها تعاني من الفقر وتعاني من قلة موارد التنمية أو موارد الرزق. فالفيضانات الأخرانية كانت هي القطرة اللي أفاض الكأس، يعني بالنسبة للمواطنين وضع إنساني، وضع اجتماعي قاسي جدا. ناس بالرسم وصلت في مرحلة 3 أيام لا شراب، لا ماء، لا ضوء، لهم يحزنون. يعني مواد أساسية، ناس بتضامن عفوي، اللي عنده اللي يعطي اللي ما عندوش، فهمت؟ ناس عايشة كان على مواد أساسية ومن المؤنة اللي عندها ومن الحاجات اللي سيديجا موجودة يعني في ديارها. هذا إذا ما هزوش المال. بجمال كان نفتح المجال وتتوجه بنداء للجهات الرسمية المعنية، معناها الحكومة أو للجهات المجتمع المدني، شنو تحب تقول؟ إفكتيفمون، الميساج البلو امبورتون اللي حبيت نوصله أنه بالرسمي قبل 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 كل شيء، راو يلزم الناس كل تعرف وتتأكد وتعاين أنه الحالة في بوسالمي هي حالة كارثية، حالة كارثية إنسانيا واجتماعيا وصحيا. يعني أنت هتشوف حتى المرافق الصحية ما عادش نجم تستوعب، معبية كان بالموت، عندنا 4 موتى، فهمت؟ كي تشوف طريقة الوفاة نتاعهم، هو حكم ربي صحيح، لكن كي تشوف طريقة الوفاة نتاعهم سي ميزيرابل. الناس خاطر ما وصلتش انه يوصلوا لها اعانات، فخاطرت برواحها وهبطت باش تمشي، وللاسف يعني توفات وهي تجري على الخبزة لولادها ولعائلاتها. الحاجة اللي نحب نأكد عليها انه بالنسبة للاعلام، بالنسبة للحكومة، ما فماش تفاعل، ما فماش ردة فعل، أو على الأقل نية ردة فعل تجاه الكارثة اللي صايرة في بوسالم. الناس الكل تحكي، من رئيس الوزراء، من وزير الداخلية، من وزير التجهيز، من مسؤولين حكوميين، من مسؤولين أمنيين، من القيادات الموجودة في الجهة، من القيادات الموجودة في المدينة نفسها، إنه تكاتف جهود وإجلاء وإعادة توزيع وإعادة ما نعرفش شنو، إنقاذ ولجنة أزمات ولجنة إنقاذ اللي كان تشوف أنت أعضائها هم أعضاء تجمعيين للنخاء، ناس فاسدة. يعني لجنة فيها دي برجوة من المدينة اللي هم مسيطرين من قبل، وسالم إفكتيف مولا قبل الثورة لبعد الثورة ما تبدل فيها حد شيء، سير بنوريا ما تبدل فيها حد شيء، سياسيا وأمنيا واجتماعيا. قيادات هي نفسها، قيادات ما عرفتش أصلا. يعني ناس، المعتمد أكبر كاتاستروف صارت إنه المعتمد كاتب تقرير، إن شاء الله غدوة بطريقة ما تتوصلوا له، كاتب تقرير إنه أكثر نسبة مياه غمرة المدينة هي 50 سنتيمتر، اللي هي إحنا في العادة كتصب المطر تصل 70 سنتي، هذه في الحالة الطبيعية لا فيضانات ولا غير. يعني رئيس وزراء يجيك، الناس تستنى فيه باش يجي للشارع، الناس باش يجي للمقرات المعتمدية، المقرات البلدية، عاين يشوف، يجي ربع ساعة ودرجين للتيران، هاي الأمور لاباس، هاوكا باش ناخذ احتياطات، هاوكا عطينا أوامرنا، هاوكا كذا، ما فما شيء. وزير الداخلية يجي صرح يقول احنا كنا حابين نعملوا جولة، حابين نعملوا كذا، لكن الوضع الأمني، أما وضع أمني، يعني الوضع أمني بكل صدق، بكل شفافية، ما فماش وضع أمني يستوجب أنه يجي ويمشي من غير ما يشوف، من غير ما كذا. لأنه حالة كارثية، يعني إنسانيا أنت هي كارثة. يعني وين مجابهة الأزمة، وين السبل والطرق اللي يحكيوا عليها، الله أعلم. أنا واحد من الزمالكش جميل معاش، كنت تابعت نشرات الأخبار بتاع وسائل الإعلام الرسمية يتحدثوا على عصابات تهجم على الممتلكات العامة وعلى المقرات المعتمديات والبلدية، شنو تنجم تجاوب الكلام هذا اللي قاعد يتقال على اهالي بوسالم؟ اكيد جدا انه ما فماش منه الكلام هذا، لانه انا واحد من الناس عينت الاحداث وعينت الوقائع من اولها لاخرها،
الشيء اللي صار انه بدايه من الساعه 4 مساء تم تجمهر عدد كبير من السكان قدام مقرات البلديه والمعتمديه للمطالبه بحقهم، للمطالبه بانه صوتهم يوصل، للمطالبه بتدخل فعلي من اجل تخفيف على المواطنين، من اجل اجلاء عديد المواطنين، من اجل تقديم المساعدات، من اجل يعني تدخل لفائدتهم بصفه عامه. الشيء اللي صار انه فما ناس يعني مش نقول كلمه مندسه، كلمه مندسه وقت معروفه برشا في تونس وهو كمندسه وغير، لكن الشيء اللي صار انه فما ناس اطراف فعلة ونافذه، منها اطراف تجمعيه اكيد جدا، ومنها اطراف معروفة بالاسم ومعروفة بالصفة ومعروفة تاريخيا في البلاد ووظيفتها ونفوذها وطرق وأساليب عملها، هي اللي حرزت بعد استفزازات مع قوات الأمن اللي تجمهرت على أساس فض اعتصام وعلى أساس فض الناس المعتصمة قدام مقرة البلدية وقصر البلدية ومركز الشرطة الاحتجاج ومطالبة بحقوقهم كما قلت. فتطورت الأمور للأسف يعني كردة فعل يعني من بعض الناس، تم تهجم على مراكز وحرقها وغير، ولكن المحرك الأساسي للأحداث هذه كل هو أكيد جدا عناصر تجمعية كانت موجودة وفعلة، وإن شاء الله إن شاء الله في أقرب فرصة نمدوكم بالقائمة الإسمية والصور وكل الوثائق اللي تحصلنا عليها. بارك الله فيك جميل. أشكرك.